بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا دا كجوكتان كو سودة وادة ورباهين تيني كوبها ودي ساوتن ميديا كوبرايشن ولا لي المانتي وحانو ديرد دا ساري دونا مدحوين كو حيقينك استيت كميلان او انبادن مران او كتاقن يهي باش هوي مرول بشر اي قبتان اي ليهين مدحوين كو حيقينك محا كرلوغو هايا استيت كميلان سيدي اني وحكو درسادين اوكالي قدب كاسي ساقا ايان مانت ربنا انان ماركي سيمعني آن كلا جح جحنو يسيد اي وحييين قودي هان برنامج كان سدح قيبوت ايان كاقاد لدونا قيبتا اروس كقبرد مدحوينا الصوماليا اي ماركي سي وحان كاقاد لدونا داقال مانتا كردعي قبل كشبه لده هوسي اي ماركي سي ساكي قدب بداسي اي قدب كان قصي مدحوين كحجينك قد بدأ سيئان ديرة ساري دونا لغي استياشا يداود ياشا قيمة هي قايا لهاو دع اللي ده أدون كمال والبو أتكجوكتان مركا لو حان إذن لان هاي كسو دوادة Southern Media Cooperation أمرول با أتكيشان وررك حقيقوين كا سياسة ده استيدن يكو إس أقل إسرا سبين يجيس كافريكا يمد عالم كبا وحان كورو مرينا قبل كشابي لده هوسي برتا إكبن ناحين يسو gobolka shabeelaha hoose maanta waxa ka dhacay dagaal faraha looga gubtay oo is farasaareen dadka deegaanka iyo beesha hawiye ayaa ka dhacay shabaabkooda iyo dawladooda halka loo yaqaan shalambood golweyn iyo waliba markay samcanihi buula mareer waxa ku sugan niman hawiye ah oo hubaysan oo magaca dawladda federaalka Soomaaliyeed wata توتا استان تقران كحيران بلسي ماشاسي اسبارة اتالة دادك كودعة كودي باتايا اسلامر كان آمي سومتا ماشا جوكتا اما ادمس كسو دوا قنبادا بيراها دادك انتاي اوغو تاقان بادا هادي باد لغا ديدان دادك شباب كشاب بادايا شباب كان اسلا ايوغو اي امير كيهين لباد دينعبا تليال اي كيهين هادبا ما دام إسبارة أي أتي لي ماشا سي شلمبوت كركيت أي ماركي سي دنك بدا أدو بوركا سيناي ميل لي يهي سيناي هذا ميد مقدشة جرته ميدنا شبه لده هو سيناي كتالة الرجينية وحا سودغي عيدا مود ديغان كا أو دا شي باشا بيمال أي سودغي عيدا كاسي مركي ماشا سودغين بر كنترول اي ماشا سيدكتين وحي قلايا اي وحي كبحايا سيدرايا نمان كي هبر قدر تاها ويكون عسلاتي حالة دا وحي يرادين ماشا انك قورا بيمالو ماشا انك قورا انك اذنك قورد مضان بيدهين وينات كقوردان قبل كي نقل قدود يمدق وينات اعدان ورياضة حسابت مركا اي ماشا مرايسو مركا الدنبي هوي وحي كوغوين 50-50 نما يو أذين كونا دقنا هذا أنقنا أن دقنا أنه بلسان لكن مركان وضادا سيسوى آذينو وغي سيسبان إذن سو سينينا أول ويسك آذي جيرين موقتاي وراي سيبان إذن سينينا إنان أنقو نهي حبادها نقو ردينا ننبات قليا سيدا سيكسو عن جيرين مركي الدنبي ويو عنتمي ويداي تبر أي كل الدولان ويكري وايين وماركي سماشا أي كاقا قادان وحين الدرامين إن لغو سو سعودو ميلاهان كلا إسباروين كا إدغانا يعنا إن إستيت كا وكو سو الدور كا هايو أيي درامين سي مركا معنية قطر تاسي إساقار وريجيان أي إسباروين كودو نبات غلان أي كود دباتين يان داد كا ديغان كا صدن كيساني وقدن بيين ديبتا لغو هاي وحي لاحد لين على شباب كا أيي لاحد لين شباب كان إلين وا إسلا يكي وحي كو يرادين نمايو لعق بانو إذن سينينا نمان كان ماشان سود دقي سيناي نغهر وريجية عقبت باي نغو يهين إسباروين كان إنان سيقا دانو ويأت كان إيسا داد كان إنان سيبادنو لول كان إنان هيسنو وحالات قطرة أرنتو مركي سيداستاي شبابك لعقاي أشبين وانا إسلا إيجي شبابكي وحي أوعين أضياشا deegan ka biyamaal ayay wuceen waxay ku yiraahdeen odayaalow ma maqleysan ha ee dhalinyaradaasi qoryaha sita oo adinku aad dhasheen
ماشى إن أتكور رجسان عن ربنا إسلام كان ماشى عسي مارك يسمع عنه إن أي لو رجعن عيد مدة دولة الصومالية والله ياب الشباب أي وحول الله هذلا يا أبي مال حوله يا هاي عيد مدة إني دجان كأول شيء ويلش عاد شين وإسبارة الله دجال ما هي كقاعدة ماشى مارك يسمع عنه جرين جيسته ماشى هاد الجوجان ضد كلو كل عيا هويهنا إيمانايا وإسبارة دجانايا شباب كل دولة دو حقوقية قانا مرتد مرك دولة دو أسكرتي هذا مرتدين بقوقية قانا يعني شباب كقوية هاي بان كوشي جيا حالنا وكوشي جاي جوار ديدا ما يلان وضد عسى مرده إن مارك يسمع عنه سب جوني الشباب كيو بعدان كونه هويهنا ياتاي هويهنا لسيد دايو مرك شباب كدور ككجران وهوية كان توتا الدولة دو وطانا وهوية مرك ارتقاد بكاسينا أدو أجانه مهم جدا واي مرك ما يلان حرمة هن مرك أضياشي وحيكون ده إني ما يو أنو مارك يس قف قري هايستا ما معمولي كرنو شبابو قف قري سته أنو ما أطالين كرنو هدا أجاده هدا مرتدي هين يدي كلبا وأنو لين أي نابي دهن لا يدهن هدا معني لين كرتان لكن أنو مسؤولية ده ده نمسارنا وحي وريجة تبع مرك ساكي إذا ما دي ديجان كأول شيء استيت كميلاند بيمالكي دقنا السيناي والقو عمي شبابكي يدولة دي وإسراعين ويربيكو قادين وحب الله يسو مرهيبانين هل حب الله يسو مرهيبان والدولة دي صوماليا وهوية يا شبابكي ايا إسلاد دقال لماي او إسلاد جرا وحي لاد دقال لمايان دادكي ديانك او ديدنا إسبارة إن لديكتو يا ساكي مركا ويكسان قدي رساستو سيناي ماشى للي هاد بيمالك يجونا معني سهل ما هينو إذا محو جنبي ماشى كينين الله يهدى ورباهين تي اسم سي هدان هاي مش هيجي كرنو أقردين وما جدنا كرنو قصارى دبتا ماشى سكنا هاي وماركى يسمعني بيمال وديجان كإذا ماذا ما يلان أه يماركى يسمعني هوي شباب كود يدولة دود أو ويركو قادة وحن رجعين إياه ديجل أو مرفلي سجونا إن ومعني نبرجمين كوسمايو هوية الدولان كسوق هذا. إن أي فيرسدان ماهن سدي هذا كور نعدي أكله. مارك يستيرم كيوري حسن. مارك هوية يكسو الدولين بيمال. معني دجل أو مرفلة إن إسكافير في سنة يدات إس بولشيت استوبيديتي ويتاسي. لما أقبل كرو. وإن مارك يسي معني الدجال كإسكوسي لوجلا. مارك سكستوي أهاتبا بيمال كين اللي جماعة كانين. شباب كين معنيه هوية هذا الدولة دينا. اللي جماعة كانين. رصاصت إيوه صعتها نوجور دم بيسي وحي أنت عسكو سكر لا خسارها ونسوي شيء قدامنا مرك كلي عشر وإذا كوف ليه هاي حدش شبابك يدولة دي أنت إسصار راعان شبابك إليهين إسباره وإن لدكتا كجورة ماشان ده كديجان كل ليه هاي وده ياشي هوية كده واقعي وحي كوبوتين يين إن الشباب أهين وتجدن هذا مرك قدر كاسي سجاء وأنا كجود بين الدجال كمانتي معنيه هوي وكسو قاضي ماركيس استيت كميلاند دوان هدي قرشاء وحسك بدلين وحاد عاية أروس مدح ويناه صوماليا حسن شيخ محمود قبر ديسي قبر الدبلوماسية دا أه لقو مقعابو مسيس جهان حسن شيخ محمود ايا أروس كدو دعي دونا gabadha si markii hore nin wasaaradda maaliyadda jooga lala rabay sheekadu waxa weeye dhahdhabay noqotay fiqi ba arinta soo galay saadiq joon ba soo galay baashi way isku qasantay hadda waxa macnahi guursanayo oo loo dhisaaya markaysa guri nigi baan leenahay wiil iyo caano iyo gabar iyo caano guur mar walba la booriyaa nin ay dhahan aadan rooble oo isagu u qaabilsan dhanka saadka ciidamada macuusleyda jufada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan ayaa markayse aroos haya kulli waxa weeye waa wacays la isla yihiin macuusleydu qaabilsan yahay jaan Xasan Sheekh Maxamuud waxay qaabilsan tahay waa ergeyga markayse gaarka ah
wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliya waxay ka awood badan tahay wasiirka ayay ka awood badan tahay maxaa yeelay iyadu madaxweynaha uu dhalay madaxweynina uu magacaabay laakiin wasiirku waxaa soo magacaabay raisul wasaare la soo magacaabay oo qura marka sidaas awgeed arooskaasi dhawaan ayuu dhacayaa ninkan aroosayna mashruuciye fara badan ayuu gacanta ku hayaa oo dawladda xasan sheekh maxamuud ah meelaha ilaha dhaqaalaha oo dhan isaga ayaa gacantana ku haya 80 milyan oo dollar ayuu labadii sano ugu dambeeyay ka soo saaray bangiga adduunka dhaqaalihii ay Soomaaliya ku taageereen oo maarkayse macnihii loogu talagalay mashaariic kala duwan horumarineed Soomaalida dirta iyo daaroodka hawiyaha idigil aw mirifly idan wadaaga may iyo maxaa wixii dhaqaale loogu talagalay ninka u soo saaray weeye oo ka soo saaray bangiga markii adduunyada ay soo shubeen kaalmadaasi 80 milyan isaga ka soo saaray uga soo saaray Xasan Sheekh Maxamuud koontada marka wiilkan aadan roble leeyahay mashaariicdaas oo gacanta ku haya macuusleyda la rabo dalka in lagu qabsado oo hadda tababarka gaarka la siiyay qarsoodida loo tababarayo Masar hubka looga keenayo saadkaas oo dhan isaga ayaa qaabilsan arooska waxaa ku baxaya adduun dhan 10 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa ku bixi doona arooska madaxweynaha Soomaaliya gabadhiisi Jihaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Aadan Roble waxa isweydiin mudan madaxweynaha dadba waxay dhahayeen madaxweynuhu dalka shaqaataa shiid ma jiro masaajidka markuu ka dhahay muxuu ula jeeday qaar baa waxay dhahayeen sidaas dalka nimca taala maantay nimcada taala macnaheedu Soomaaliya waligeed sooma marin burburkan madaxweynaha muxuu ula jeedaa dhalinyara waxay ugu dhayn macallino inaan shaqo la'aan nahay inaan qadayno in xaaladda inagu adag tahay ma ogamiya madaxweynaha marka jawaabta aad haysaan waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya iyadoo shiidkaas uu jiro busaarad ay jirto lacag la'aan rafaad shaqo la'aan amni darro intaba isagu amni darro ma qabo maxaa yeelay baabuur proof ku socdaa isagu biyo la'aan ma haysto waxa weeye biyo caafi oo qabow wuu cabaa isagii caruurtiisi 10 milyan oo dollar baana gabadhiisa lagu aroosaya su'aal baan ku weydiinayaa marka Xasan Sheekh Maxamuud macallin iskuul buu ahaa anigaygaas kula hadlayna macallin iskuul aan ahaa ma iga mushaar badnaa hadduu qaadanayay 150 dollar ama 200 oo dollar maamulana uu ahaa aniguna maamul baan ahaa macallina waan ahaa bishii lacagto lacaga 82 milyan shilin Soomaaliyan qaadan jiray sheerkaygii 82 milyan oo dollarka 1 milyan iyo 300 oo kun la sarifayo Soomaaliya anoo jooga inta mushaar aan qaadan jiray waa dareemi kartaa taasana keentay inaan dhul iyo guri aan ku iibsado dhididkaygii marka Xasan Sheekh Maxamuud aniga ma iga mushaar badnaa anigu hadda macnaheedu gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay 10 milyan oo dollar ma ku aroosin karaa meeshaasi ka soo gudub Yurub baan tagay waa xamaashay wadamada macnaheedu ugu shaqada badan aan jooga ama ugu mushaarka badan caalamka waaye intaas oo sanaan shaqeeyay Xasan Sheekh Maxamuud ka soo qaad isagana uu shaqeeyaa uu dhididaa shaqada uu shaqeeyo ya macnaheedu 2 sano ayuu haddii madaxweyne yahay hadii xoolaha dadka aan u dhicin anigu 10 milyan baa sheegaysa maantay yaani 100 kun oo dollar macnaheedu cunugeyga aroos ugu ma sameyn kari ma hayo laakiin Xasan Sheekh Maxamuud intaas aan Yurub ka shaqeynay Xasan Sheekh Maxamuud 10 milyan oo dollar yaani haduu san umada dhicin 2 sano ayuu kursiga jooga iyo jarjar mushaarkiisan ku dhufanayna mushaarkiisu waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya 100 kun oo dollar uu qaata madaxweynuhu markuu 100 kun uu qaato isbeesa ka baxaysa 2 sano waanu xisaabayna adinkaan idin dhiiba xisaabta 70 ba ka dhigto farmaajo konton uu ka dhigay 70 haduu soo cishaday hataa uga dhig bal waxaan xisaabayna 100 kun oo dollar ayaan xisaabayna 24 bilood oo biil laga rabo oo maarkayse macnay laga rabo maciishad wax walba laga rabo 10 milyan marka ma kari kara inuu gabadhiisa ugu aroosiyo waxna ma u soo harayaan soo lama dhigi kara marka dadkii ayaa la dhacay
Soomaaliyeey 10 milyan oo dollar dadkiina way baahan yihiin fiiri ashuurta waa lagu geejiyay masaakiinta caafimaad male hadda ma fahmaysa 10 milyan oo dollar ba aroos ugu dhigaya gabadhiisi marka lacagta macnaheedu baahi ma jirto markuu leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud hadda dadku dhacay dalku dhacay qodobkaas isaga ah arooska jehaan Xasan Sheekh Maxamuud meeshaas aan ku gooynay ugu dambeyntii dood fara badan ayaa ka dhalatay madaxweyne ku xigeenka dowladda Maryland horta Maryland waa meeqa gobol waa lix gobol xidigaha ku cadeynaya dadkaana soodin ma leh axmed madoobe hadda xoogu meesha ku haysta hadduu ka dhamaado waa la isku qasban yahay lixdaasi gobol waayo dad islix baa degan digil aw mirifle iyo dad la degan baa jira soomaalo dhanna way degan tahay aragtida cabdullaahi waxaan dhihi lahaa maxamed cali xaamud oo u dhashay tiyeeglow wasiir dowlihii arrimaha dibadda maxamed siyaad bare xukuumaddiisii ahaa ee siyaasadda soomaaliya gacankii milatariga iibin jiray aqoonyahankaasi ilaahay una xariistee aragtidiisu waxay ahayd soomaalo dhan baa degan inaan soomaali ururino hooyadii soomaaliyeed baa nahay aabihii soomaaliyeed baa nahay go'id male waa tii ulahaa lixda gobol si kastoo ay ahaataba marka digil aw mirifle uu iswaraystay sir baan ku siinayaa nimanka mirifle la leeyahay way fariisteen haddee aniga mirifle haddaan ku dhaho caradaas uu ka badan yahay laakiin gargooyayaasha malaaqiyada qabiilaadka dadka talada ay ka go'daa fariistay shir baa socday baryahan shirkiina xalaa la soo gebagabeeyey waxaan rajaynayaa lafta gareena inuu maanta soo degi doono ama maalmaha soo socda si kastoo ahaataba mirifle way iswaraysteen way is soo lafagureen anoona waxba dhaaqaaqaaq aan dhihin laysaanow hadamow hariinow eelaayow waa la is soo lafaguray haddaan kuu sameeyo kursigan madaxweynaha Maryland maxaan ka yeelnaa lafta gareen baa hadda ku fadhiya sideen yeelnaa waxay is soo lafaguraanba anoonan hoos u gelin way soo baxeen digil bay u yimaadeen waalidkooda digilow waxay ku yiraahdeen kursigan annaga go'aan waxaan ku soo gaarnay maadaama waalidkeena aad tihiin inaan idinka farta idinka gelinno mar dambana annaga inaan isku dagaalin aynaan isku qabqabsanin maarkayse dhibaata inaan ka marin annaga idinkan gacanta idin gelinay naga gudooma qof laakiin dabadhilif aan ahayn deegaankan hoggaamin kara u dhiiba oo nasamato bixin kara duulaanka nagu soo socdana naga celin kara oo xuduudaha soo xiri kara haddii Soomaaliya dowlad ay jirtana la xisaabtami kara xuquuqda nooga maqan ilma Maryland soo ururin kara dadka deegaanka nala degan iyo annagaba ilaahay baa badbaado leena badbaadin kara oo aan ku wada qanacnana meeshaas noo soo saara waan ugu shubayna maalin dambana maqaar saar meeshaas ha nooga joogsado annaga aan isdooranno sida Puntland oo kale digil markii loo keenay madaxtinimada state-ka Maryland si eedda isaga fogeeyaan mirifle wax walba iyaga qaatay ka cararaaya malaaqiyada iyo ugaasyada ama samadoonnada digil iyagana way isku noqdeen way shawreen waxay yiraahdeen markii ay soo shawreen mirifle soo dhawaada markayse ubad wanaagsan baa tihiin caasi baan idiin moodaynay haddii aad garateen in madaxweynenimadii aan noo keentaan oo gacanta aan noo soo geliseen annaguna waxaan go'aan ku soo gaarnay inaan aqbalno aan qaadanno jagadaasi aan hoggaamino state-ka Maryland laakiin shuruud baan wadanaa annaga waxaanu rabnaa inta gobolka shabeellada hoose laga xoreynayo laga sifeynayo nin qori wato oo hawiyaa laga weynayo xuduudaha la soo xiraayo oo dhulkan duligu saaqay cayaanka laga buufinayo annaga usheena waxaan u dhiibanay Cabdicasiis lafta gareen mirifleena nagama ahan
ديلنا نجمع هن وحانو أرجني ماركيس إن ويهي نينك هوية لحساب تمكرة نينك هوية فهمي نينك ماركيس معنيه مال ساري كردد كان قشن كان سفين كرة مركا وحانو دونينا مركا شابي الله هو سلسو سفايو حدودها وصوحيرو مركا اسكدب إنان أنه كرسيه كفر يسنو هدان نهي ديجل والدكي ورطا ديجل سيدا سيقو عام كسو غارين يدو أن ليس قصبين طبعا لفتا غارين وبكمقنا شركة عصا سعودي حلال سوق جب جبيي هذا أنت عسكري اللي جوما أكينين وحال جويري ورد ولا وراقه كياله ميرف لو حال جربا ديل وح أسود جديي وأذا أسود جديي صومان ها أوكي هذي لفت جرين أما هلا دورتو أما يلا يعني دورانين أنت دول كان لجس فين أيو ونو جو جايو ديل أوج أمييي ماركي سما إسكور رعسنا ها قبيل والب ملاقية ديسي فرمية دك 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 ولا فرمية وحرجينا يلا بق قبيل ماركي سمعنيه أو مرفلاء أيام روحي يرادين وكسو في رسانينا لواي الليسان بي أهين لكن ليسان ماركي الدنب فرمضة أنا بلابا أين هذا سمالين دنب أن لي إيدين وأن لي إيدين نيو هوية